عليكم ورحمة الله متتبعي موقع صوتكم، مرحبا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. اليوم احنا أمام واحد حالة إنسانية، حالة اختفاء اللي صراحة كتألم التفاصيل ديالها. طفلة في مقتبل العمر فقط 14 سنة. هذه الطفلة هذه من أنبل تلميذات وأنجب تلميذات في المؤسسة اللي كدرت بها في ظروف غامضة. هاد البنت غادرت المنزل ديالهم لوجهة غير معلومة. اليوم يعني من نهار ديال من نهار 31 في الشهر 5، يعني على مقربة دابا من أزيد من شهر ونصف، هاد البنت هادي غادرت. الام ديالها كتالم، كيف كتالم الاسره ديالها كامله، الاخوه ديالها كيتالموا، والام ديالها اليوم كتوجه هذا النداء. اخت لبنى، انت امام المشاهدين والمتتبعين ديال موقع صوتكم، سمعنا بلي انك طرقتي جميع الابواب، ما خليتي حتى باب، وبلي انك بحثتي في اي مكان على الابنيه ديالك. البنت ديالك اللي غادي تدارنيكم الصوره ديالها حاليا على الشاشه، هي طفله شو سميتها؟ آيه، اللي في العمر ديالها 14 عام. عاودي لينا القصه اختي لبنى، ديال كيفاش ان آيه غادرات الدار، ومن ثم من نهار 31 في شهر ماي اليومنا هذا ما بانش لها اثر. مع الصباح نت مع الصباح وليت نتلاقى مع عائلة، قالت لي ماما عطيني 5 دراهم وانا غادا نخدم وانا عطاها 100 دريال. صافي مشيت مني جيت على اسالها راهي غتخرج مع السونس، غتدخل مع 4:30 تخرج مع السونس ديال العشية. مني جيت نتسنى فيها زعما غتجي للدار، مني ما جاتش مشينا للسويع قلبنا، قلت زعما مول فاش تجينا دير معانا كاسكروط عليك باش تمشي للدراسة. قالت لي تمشي للمدرسة، وملي قلت لزينب زعما راه خصك ما جاش، قالت لي لا، قلت لها زعما راه خاصك تجي تاكل وعاد باش تمشي للسويع، قالت لي صافي راه عندهم امتحانات وقيلا ماما راه مشاتنيش للسويع. صافي بقينا باركين، وصلت بعد 8:30 تخرج من السويع، مشيت للسويع طلعت تصل تسعود ما جاتش، مشيت لبس جلابيتي مشيت انا وولدي الصغير عدمو للسويع، قلت لي خويا اسمها محمد واش كاينه؟ هي قال لي لا اختي راه ما جاتش اليوم، كان عندهم نيت فرض اجتماعيات راه ما جاتش. صافي بقيت نقلب صافي مشيت للكوميساريه ديال الفانتويت قلبوا معايا بساك هنا. بالنسبه للفانتويت بالنسبه لان ساكنين في حي مناشد في مدينه الدار البيضاء، مجموعه ثلاثه قلبوا معايا، مشيت لديك العربي قلت لي خويا واحد الدري، قال لي لا سيري 24 ساعه دابا جي ديك العربي. مشيت للولايه لابيج، مشيت لابيج قلت لي ما كاينه ترى بنتي توضرات ليا راه ما عرفتش فين مشات، تنهضر مع البوليس طحت ما عقلش على راسي. قدام لي سيدي عثمان بت في هذيك الليله والغد مستشفى، مستشفى سيدي عثمان هذيك الليله كامله في السبيطار، والغد جابوني مع الصباح لهنايا عاد باش يعني زاد عليا العيال، داتني بنتي وخويا مع انا مطلقه ما عنديش راجل، عندي 5 وليدات داتني بنتي وخويا داروا لي السبيطار. حالة ضعيفة، 5 د الأبناء، أنت هي اللي خدامة عليهم. وهاد البنت هادي آية اللي غادرت اليوم، واش آية كاين شي مشكل اللي جعلها أنها تغادر؟ ما عندهاش شي مشكل، تتقرب زيادة مع الأوديوات ديال الأسئلة ديالها. هي طفلة نابغة تبارك الله في الدراسة ديالها بالشهادة ديال الأساتذة ديالها. الأساتذة ديالها مول الأوديوات نسمعهم ونسمعهم كلشي. صافي طحت في الولاية مشيت للابيلونس. حتى النتيجة ديالها ديال الطفلة، النتيجة ديال الامتحان الأخير هي كتبان للمشاهدين الكرام معدل تبارك الله 16.81 قلت لك صافي. ومني داو للسبيطار ما عقلش على راسي صافي، فقدت الوعي غيب صافي، تنتسناو مول الامان يدي امان. ومن ذاك النهار ما بانش شي اثار لايه؟ لا ما بانش لا الاثار، من جيت ولا اتصلت بيك؟ اتصلت بيا، اتصلت بيك
اتصلت بيا حيت انا كنت مهدوده ما عقلاش على راسي عطوني هاد الدواء وباش نتكالمو بكل شيء. هما تيخرجوا تيقلبوا بنهار وانا مليوحه هنايا وفاقد الوعي ومريضه بحال مشلوله. هما تصاور عندي عند الوراق عندي كل شيء صافي. ويقول لي واحد النهار اللي اتصلت ويتعيط لي قالت لي اه ماما راه سادن عليا راه الشمس ما تنشوفهاش سادن عليا في واحد البيت راه الشمس هنا. يعني ان الاختفاء ديال آية فيه مجموعه من الامور اللي هي مبهمه. واش هي عصابه سرقات آية اختطفت آية؟ وآية كيفاش تمكنت آية انها تتصل بالام ديالها وكتقول لها بلي انها ما كتشوفش الشمس؟ قالت لي ما تنشوفش الشمس صافي. بقيت تنقلب نقلب نغلس نقلب مشيت للجديدة مشيت لطاقم النيل مشيت مشيت لهذيك المدينة مشيت للعوينة الحارة بوركون كلشي ما خليتش نقلب. الأمن ديال البنت ويت الله يرحمني والوالدين تنشكرهم وقفوا معايا خرجوا معايا باللي قلبوا معايا لابيجي تا هما مساكن سهروا وقلبوا معايا ركبوني في الطوموبيلات وقلبوا معايا في الزناقي وفي الدروبة كل شيء. ما خلاو كل نهار نمشي مع الصباح نبقاو قلبوا معايا في العشية تاني اللي عندهم الحملة تاهم يخرجوا يقلبوا معايا لا البنت ويت لا لابيجي تنشكرهم جزيل الشكر وقفوا معايا وساندوني. كنتمناو من المشاهدين الكرام ان اللي شاف الطفلة اللي كتبان على الشاشة حاليا آية انه يحاول يتصل على الرقم. غنديروا الرقم ديالك الرقم الظاهر في الشاشه ان شاء الله اللي هو ديال الام ديالها. الام ديالها كتقطع هي امامكم والام ديالها كيف كتشوفوها انها كتعاني. وحتى الان حتى الان وحنا على مشارف العيد الاضحى الام ديالها ما نعيداش. انا ما غابنيش ما بغيت والو من لكم. الله يرحم لكم الوالدين الله يكثر خيركم. تنشكر نسن عموشي الله يرحم لك الوالدين عموشي اللي وقف معايا ونطلب سيدنا تاوايا. الله يشافيك الله يجعلو سعدك ويخليك لوليداتك. سيدنا اللي وقف معايا اللي قابنيتي راه الناس ما تنشوفوش. انا تنبقى نقلب بالليل وبالنهار تنمشي نخدم في الصباح وداخلة قدام الخدمة حتى الخدمة ما كاينش اللي عاقيلة عليا شي ما كاين حتى شي عاد تنقلب ونخرج مع الصباح نمشي نجي مع السا نمشي في الجوع نبقى نقلب في الزناقي. ما خليت من كثرة انا الامن بقاو يقلبوا معايا حتى هي وقالوا لي انت تيقلبوا الامن وتنقلب انا حنا نقلب في الزناقي. مشيت للجديدة مشيت الازمور بوزنيقة عين الزباء المعارف ما خليت ما نقلبش. الله يرحم لكم الوالدين اللي وقفوا معايا لقى غير بنيتي بنتي من اطيب خلق الله سولو غير المدرسه والمؤسسه ديالها كل شيء الدراري كلهم تيعرفوا الدريات صحاباتها الاساتذه كلهم تيقلبوا معايا الله كثر خيرهم. وما رقيتهاش بنتي ما رقيتهاش لحد الان دابا شهر ونص دابا ما عرفتش واش ميته ولا حيه. عيطت لي المره الاولى اللي بريفي قالت لي ماما راه الشمس ما تنشوفهاش وجاوبني واحد الغد داز شي يومين ويقول لي الو السلام عليكم واش نتي ماما آية؟ قلت لي اه خويا انا ماما آية. قال لي بنتك ما عمرك ما غتشوفيها. ما عرفتش عافاكم تنطلبكم من وقفوا معايا. هذا الميساج وصل لرجال الامن الوطني؟ قلتها لهم قلت لهم قالوا لي قال لي من هضرت معايا كنت باكا وتهضروا معايا بريفي وسجلتهم عند الامن في الولايه درت لهم البارول وسمعوا هادشي كله من الامن سمعوا بان الدري تبكي تقول لهم بانني انا راه سادر عليا في واحد البيت الظلام تنشوف الظلمه وصافي قطعت ما بقيتش عرفت دابا لحد دابا شهر باش متصلت بيا دابا شهر ما بقاتش تصلت شهر دابا وشي سيمانه باش ما بقاتش تصلت بيا نهائيا. نتمنى ان هذا النداء يوصل لجميع المشاهدين والاخوه الكرام يوصل للسلطات وكل من شاف الطفله آية انه يخبر اقرب الاجل الام ديالها. راه الام ديالها كيف كتشوفوا الحاله ديالها امامكم كتعيش حاليا دمار شامل في الداخل ديالها وصحيا كتعاني من جراء ديال هاد الاختفاء ديال هاد الطفل القاصر
الطفله القاصره آية اللي في العمر ديالها 14 سنه واللي كدرس في المستوى الثامن الثامنه اعدادي كتسكن بمجموعه ثلاثه حي مولاي رشيد الزنقه 16 رقم الدار 12 الزنقه 16 رقم الدار 12 حي مولاي رشيد الدار البيضاء. نتمنى ان هذا النداء هذا يوصل ونتمنى ان هذه الرساله هذه توصل للجميع ويساهم الجميع في البحث على الطفله المتغيبه الام. اشنو بغيتي انت دابا من هاد الناس؟ الوالدين انا باغا نفوز لوالد بغيت غير بنيتي. الله يرحم لكم الوالدين طلب الله بالنسبه لهادو اللي كيهضروا معاك اللي اختطفوها شنو كتقولي لهم؟ عافاكم انا ما جيبوا لي غير بنيتي عافاكم الله يخلي لكم مهمتكم ويخلي لكم اللي عزيز عليكم بلا ما جيبوا لي ياك بنتي اللي كامل تبقى نقلب في الليل والنهار تنبرك استمتع حتى هو تنقلب فيه بنهار. اما الايامات الاخرى ملي دخلت كنت ملي مرضت كنت طحت الفراش ولا ظهرهم اللي كانوا تيقلبوا ولادي ولا تيقلبوا خوتي كنت هذيك الساعه انا مهدوده في الفراش هما تصاور عندي في التليفون هنايا باش كنت نعزى في السبيطار بنت وغد لي يعني كنت مهدوده بحالة غيبوبه. وملي خرجت من السبيطار بنت هذيك الليله وغد لي ثاني دوني عند الطبيبه ثاني محله ثاني. ومني بقيت شحال هنا في الدار حتى وليت شويه ورجعت للخدمه ملي انا خدمت تنخرج مع السته ونمشي ثاني ندير قلب بزناقي غير انا ودارنا نقلبو تبا ما عمرو ما سول ولا عيط. قلنا لبا بان راه بنتك راه خصها بات راه كاين وكاين هو ولكن با ما عمرو ما ديالها تفرقتي معاه طلقت منو هو ولكن عيط لي قلت لي بان راه بنتك راه مضيعه عليا وداكشي. جا نهار الاول اللي جا مشى معايا الولاية من تما ما عمري ما بقيت عرفت عليه شي حاجة ولا تتصل ولا تسول واش بنتي لقيتوها ولا جات ولا نهائيا. نتمنى ان النداء ديالك الاخت لبنى انه يوصل. الطفلة اسمها آية ايدنبرغ قلنا بانها كتقرا في المستوى الثامن اعدادي طلعت دابا التاسع اعدادي كتسكن في حي مولاي رشيد الجمعة ثلاثة الدار البيضاء. الرقم الهاتفي ديال الأم ديالها لأي مساعدة هو في الشاشة كيبان لكم. تحياتي وكنتمنى أن الرسالة توصل إن شاء الله ونوجدوا آية في أقرب وقت إن شاء الله ونتلقاكم في فيديو آخر وآية معنا إن شاء الله. الله يسهل عليكم.